السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. بعد ما الكابتن ضرار رداوي أصبح مدربا لنادي تشرين، ومن المنطق أن منصب مساعد الكابتن نبيل معلول في المنتخب السوري الأول للرجال أصبح شاغرا أو أصبح فارغا، وبالتالي الأيام المقبلة ستشهد وجود مدربا مساعدا جديدا للكابتن نبيل معلول في الفترة المقبلة. على ناحية أخرى، معسكر المنتخب السوري الأول للرجال الآن بيسير بشكل جيد جدا في اللاذقية. أمامكم حراس مرمى المنتخب السوري الأول للرجال: شهر الشاكر، طه موسى، إبراهيم علمة، أحمد مدنية، كابتن نبيل معلول، محمد ريحانية. أيضا جبهة كبيرة جدا جدا من الإعلاميين، وأعتقد أن من بينها بعض من الإعلاميين الصينيين وبعض من المراسلين لوكالة سبوتينج الصينية التي تتابع عمل الكابتن نبيل معلول عن كثب، وايضا ثائر كروما، كامل حميشه، محمد ريحانيه، خالد كردغلي، حسين جويد، ورد السلامه، وايضا لاعبي المنتخب السوري الاول للرجال يتدربون. وتلك الصوره الغريبه التي فيها الكابتن ضرار الداوي، بالرغم من ان الكابتن ضرار الداوي اصبح مدربا لنادي تشرين، ولكن واضح ان هناك امور اخرى تسير داخل المنتخب السوري الاول للرجال. قد يكون الكابتن ضرار الداوي الآن ليس لديه مباريات مع نادي تشرين، وبالتالي الأولى أن يعمل مع المنتخب السوري الأول للرجال، ولكن المفروض أني يعني خلاص يعني علاقته انتهت بالمنتخب السوري الأول للرجال. على العموم هناك رأي أيضا، رأي معتبر، يقول أن الكابتن ضرار الداوي سيكون له عملين، سيكون له وظيفتين: وظيفة أولى أو عمل أول كمدرب لنادي تشرين، ووظيفة أخرى كمساعدا للكابتن نبيل معلول. ولكني للأمانة أرى أن هذا الأمر مستبعد وصعب جدا جدا على الكابتن ضرار الداوي. الفترة اللي احنا فيها دلوقتي ما فيهاش مباريات ولا للمنتخب ولا لنادي تشرين، ولكن بعد كده لما ندخل في تصفيات أسيوية أو ندخل في تصفيات مع المنتخب الأمر أكيد هيكون صعب. ولكن من هو اسم مساعد مدرب المنتخب السوري الأول للرجال الأقرب خلفا للكابتن ضرار الداوي لو الكابتن ضرار الداوي ما كملش مع المنتخب السوري الأول للرجال؟ الأستاذ حسن محرز، وهو أحد الإعلاميين السوريين وهو مراسل برنامج الكابتن على شاشة البلد، ذكر على حساب الرسمي أمس من الأسماء التي ستطرح على الكابتن نبيل معلول لاستلام منصب مساعد المدرب بدلا من الكابتن ضرار الداوي: أولا هيثم جطل، وثانيا طارق جبان، وهناك أسماء أخرى ستطرح أيضا. إذن هناك أسماء عديدة مطروحة على الكابتن نبيل معلول، وواضح أن الكابتن نبيل معلول هو المعني باختيار مساعد مدربه. ويمكن لو شفتوا أنتم مبارح حلقة الكابتن نبيل معلول مع الأستاذ لطفي الإسطواني، وأنه أكد أنه لا تدخل في عمله من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم، وهو من سيختار مساعده في المنتخب السوري الأول للرجال. إذن هناك أسماء مطروحة بقوة إن هي تكون مساعدة للكابتن نبيل معلول، وهناك أسماء أخرى مستبعدة، وهناك أسماء مستبعدة جدا وبعيدة جدا جدا، ويستحيل إن هي تتولى يعني أي منصب داخل المنتخب السوري الأول للرجال. الاسم الأول هيثم جطل، كان مدربا لنادي الوثبة واستطاع أن يحصل معه على وصيف الدوري السوري الممتاز. الآن الكابتن هيثم استقال أو اعتذر عن إكمال مهمته مع نادي الوثبة، وأنا أعتقد أن جبهته المقبلة ستكون في إحدى دول الخليج، في الدوري القطري، في الدوري الأردني، زي الكابتن ماهر بحري مدرب نادي تشرين. ولكن يظل هيثم جطل من الأسماء المطروحة بقوة إن لم يأتيه عقد مناسب آخر خارج سوريا. الاسم الثاني هو الكابتن طارق جبان، والكابتن طارق جبان هو مدرب متميز جدا جدا، ويمكن هو تعرض الى الظلم مع بيرن شتانج ايام ما كان مدرب للمنتخب السوري بكأس اسيا 2019 بالامارات، ولكن يظل اسم طارق جبان هو الاسم الاقرب. ولو سألتوني عن رأيي او لو ينفع ان انا اقول رأيي، فانا وجهة نظري طارق جبان هو الاسم الاقرب وهو الاولى، وهو اللي عارف كل دخائل وكل دواخل الدوري السوري، باعتبار ان دلوقتي احنا بنتكلم عن معسكر محلي، فطارق جبان هو الأولى. تعالوا نتحدث عن أسماء بعيدة، ليست تلك الأسماء مستحيلة إن هي تكون ما بين الكادر الفني للمنتخب السوري، ولكنها أسماء بعيدة. الاسم الأول وهو اسم مفاجأة، ويمكن ناس هتزعل مني، وناس امبارح اتكلمت على إن هو قريب إن هو يكون مساعدا للكابتن نبيل معلول، ولكن الأمر ده بعيد، وهو الكابتن فراس الخطيب، الكابتن أبو حمزة. ليس الكابتن فراس الخطيب بعيدا لأنه قليل الخبرة أو لأنه قليل الدراية،
ولكن لأنه لا يحمل إلى الآن الرخص التي تؤهله أن يكون مساعدا للمدرب. هو الموضوع فني والموضوع أكاديمي والموضوع له علاقة بالروح القيادية لدى الكابتن فراس الخطيب، ولكن الكابتن فراس الخطيب وفي حدود علمي هو إلى الآن لم يحصل على الرخصة A. وشرط من أهم شروط تولي الكابتن فراس الخطيب تدريب المنتخب السوري كمساعد للمدرب أن هو يكون حاصل على الشهادات والرخص اللي بتؤهله للأمر ده. كمان الكابتن فراس الخطيب هو من الشخصيات المحبوبة لدى المنتخب السوري الأول للرجال، ولكن الأمر ده لن يشفع له. الأمر فيه شق قانوني مهم جدا جدا، وأنا أرى أن فراس الخطيب مستبعد ولكن ليس ببعيد. قد تحدث تغيرات في هذا الأمر ولكنه مستبعد من هذا المنصب. الاسم الثاني المستبعد، وبالرغم من أنه حاصل على كل التراخيص وحاصل على كل المؤهلات، ولكن هو قرر أنه هو ما يدخلش في تلك الدوامة، وهو الكابتن صافي عيوش. كابتن صافي عيوش يمكن احنا عملنا أكتر من حلقة عنه قبل كده واتكلمنا عنه وعن خبراته مع المحترفين، ولكن الكابتن صافي عيوش ذكر على صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه يرى أن الأفضل لتولي هذا المنصب هو أيضا الكابتن طارق جبان كمساعدا للكابتن نبيل معلول، وقال أنه مرتبط بدورة برشلونة لمدة شهرين وأنهى منها 4 شهور، وهيسافر لأوروبا عشان يعمل معايشة مع كل من الأندية الكبيرة زي برشلونة وريال مدريد. كمان عقده مع النادي اللي بيدربه الآن لسه إلى الآن لم ينتهي مع هذا النادي، وبالتالي صافي عيوش حتى لو كان من الأسماء المطروحة على الكابتن نبيل معلول فهو يعني إلى الآن هو بيقول إن هو مش الأولى بهذا المنصب. وأيضا هناك اسم من الأسماء اللي ممكن نقول برضو إن هي ممكن تطرح على الكابتن نبيل معلول، ولكن الأمر برضو يعني مستبعد إلى درجة كبيرة، هو الكابتن سنحريب ملكي. قدرات وخبرات الكابتن سنحريب ملكي التدريبية أنا معرفهاش، ويمكن أنا دورت وأنا ما أعتقدش إن هو عنده خبرات تدريبية كبيرة، ولكن عنده أمر بيميزه وممكن ده هو اللي يزكيه، وهو إن هو عنده خبرة كبيرة بنفسية اللاعب المحترف. إحنا مقبلين على منتخب هنلاقي فيه سيرجون إبراهام، وممكن نلاقي فيه محمود داود، ممكن نلاقي أياز عثمان، ممكن نلاقي خليل إلياس. طبعا مين هيكون أولى بالنظر إلى هؤلاء اللاعبين المحترفين؟ هو سنحريب ملكي، وأيضا زيه بالضبط صافي عيوش، باعتبار أنه هو أيضا يعني له في شأن اللاعبين المحترفين خارج سوريا وطبعا تحديدا في أوروبا. دول أكتر أسماء معروضين على الصورة الآن، ولكن طبعا هناك أسماء أخرى، ولكن ما عنديش معلومة وما عنديش وجهة نظر فيها هل هي ممكن تكون قريبة من المنصب ده ولا لا. زي الكابتن زياد شعبه مع احترامنا وتقديرنا ليه طبعا، ولكن أيضا من الأسماء المطروحة على السوشيال ميديا وليست بشكل رسمي. أيضا الكابتن وائل عقيل أنا برضو معرفش، ولكن ناس كتير بتتكلم على ان هو من الاسماء المطروحة، ولكني انا يعني اعتقد ان هو لن يصبح في هذا المنصب باي حال من الاحوال. ايضا من الاسماء المطروحة مدرب نادي الجيش رأفت محمد، ولكن الاسماء اللي في الاول اللي هو هيثم جطل وطارق جبان هم دول اكتر اسماء رسمية مطروحة الان على الكابتن نبيل معلول، وهو معاه السيفيهات بتاعتها او السيرة الذاتية، والان هو ينتقي ويفاضل ما بينهم. وقبل ان نرد على التعليقات، هناك خبر طيب جدا جدا بخصوص اللاعب اللي اتكلمنا عنه اكتر من مرة، مايكل اسحاج. مايكل اسحاج هو منضم حديثا الى احد اندية الدوري البولندي وهو نادي لخ بوزنان، واستطاع مايكل اسحاج ان يبدأ سجله التهديفي مع نادي لخ بوزنان امس في المباراة اللي انتهت بكل اسف بخسارة نادي لخ بوزنان بهدفين مقابل هدف. سجل الهدف الوحيد لنادي لخ بوزنان طبعا مايكل اسحاج، وزي ما قلت لكم اول هدف في مسيرته في الدقيقة 45، واول هدف ايضا في الدوري البولندي لنادي لخ بوزنان، والمباراة كانت ضد نادي اسمه زاجوين ديا لوبي، وهو أيضا أحد أندية الدوري البولندي. وتعالوا نرد سريعا على بعض من تعليقاتكم الكريمة، والتعليق الأول من دانيال: شكرا لك، ليش أجلوا مباريات منتخب سوريا؟ السبب يا أخي الغالي هو موضوع فيروس كورونا. من الصعب جدا للمنتخب السوري إن هو يسافر لمعسكره سواء كان في الإمارات أو في العراق أو في أي دولة أخرى، وبالتالي تم إلغاء كل التصفيات الأسيوية. وتعليق آخر من أخبار العالم: برأيك قدوم محمد عثمان للخريطيات أنهى مسيرته؟ أنا سمعت أن نادي الخريطيات يسعى لاستخدام محمود المواس
وماريناو دياز. اخي الغالي، طبعا انا نسيت اقول لكم ان محمد عثمان النهارده اسمه نزل بشكل رسمي في تشكيله نادي الخريطيات القطري على موقع جوجل. يمكن موقع جوجل بيوفر خدمه لوضع اسماء اللاعبين داخل اي منتخب او اي فريق. زي ما امامكم في الصوره، محمد عثمان بشكل رسمي اسمه تحت نادي الخريطيات القطري. واللي بالمناسبه، ويمكن انا قبل كده قلت لكم ان انا ما اعرفش نادي الخريطيات القطري في انهي درجه، انا قلت لكم ان هو صاعد من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، ولكن تبين ليا بعد كده، ويمكن انا سالت اكتر من حد وعملت لكم تعليق مثبت بالامر ده، ان هو صاعد حديثا الى دوري كيو ان بي، الدوري القطري كيو ان بي. اما فكره محمد عثمان انهى مسيرته ولا لا، لا طبعا، انا اتمنى كل التوفيق لمحمد عثمان، وانا ايضا ارى ان الامر ده محكوم بفضل ربنا عز وجل. لو ربنا عز وجل اراد لمحمد عثمان ان هو ياخد الدوري القطري مع نادي الخريطيات، يعني هيكون مكسب كبير، مكسب عمره ما هيحصل عليه أبدا مع نادي هيراكليز أو أي نادي في دوري أوروبي آخر. فالأمر يا أخي الغالي كله محكوم بفضل ربنا عز وجل علينا. محمد عثمان مسيرته مع الخريطيات أتمنى أن تكون موفقة بإذن الله. وتعليق من عبدالله ناصر: أخي أحمد، لماذا أنت تشجع الهلال والأهلي باعتبارك أنك مصري؟ ولماذا أنت يا أخي الغالي عبدالله ناصر تشجع ريال مدريد او برشلونة بالرغم من انك سوري؟ هو نفس السبب. يعني الناس ما بتستغربش ان انا بشجع ريال مدريد او برشلونة. طبعا انا ريالي وبشجع في الدوري الايطالي يوفنتوس طبعا، فمحدش بيستغرب خالص. يعني حتى انا احيانا برتدي بعض من قمصان تلك المنتخبات في الشارع وانا طالع، ولكن لو طلعت دلوقتي ولبست فلنة الاهلي السعودي او لو لبست فلنة منتخب سوريا، الناس في الشارع هتنتقدني. ليه؟ لانهم مش فاهمين ان دي كرة قدم، وان الاولى والاقرب ان انا اشجع النادي الاهلي السعودي او نادي الهلال او المنتخب السوري من اني اشجع منتخب البرازيل. يعني انا لو طلعت دلوقتي لابس فلانة منتخب اسبانيا او البرازيل، احتمال الناس توقفني في الشارع وتسلم عليا وتقول لي والله انت برافو عليك، البرازيل دي الصامبا دي مفيش منها، دي ما حصلتش. كان هذا هو الكلام الموجود معنا في حلقة اليوم، والاسم الأقرب كما قلت لكم هو طارق جبان، وسنوافيكم بإذن الله إن شاء الله بآخر أخبار كرة القدم السورية فقط على قناتكم بحبك يا بلادي. ولا يسعني في نهاية الحلقة أن أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.